الأستاذ الدكتور أيمن عنب، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة، حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا، زميل الجمعية العالمية لجراحات مناظير العمود الفقري فرنسا. اهلا بكم. اهلا بك يا دكتور ايمن. اهلا بيك. اهلا بيك يا هلا. اهلا بيك دكتور ايمن. اهلا بيك دكتور ايمن. اهلا بيك يا هلا. سؤال كلاسيكي كده، كل صحباتي، معظم صحباتي مش كلهم، عندهم انزلاق غضروفي، معظمهم بيسالني، بيقولوا اسالنا دكتور ايمن نعمل ايه، نعمل عمليه ولا نتعالج عادي ولا نعمل ايه؟ اقول لهم يا جماعه دكتور ايمن مش تخصص عظامي، ليه اسالونا برضه؟ بقول ده نسال الدكتور ايمن. بصي، يعني طبعا واضح ان الاسئله هتبقى الالام الخفيفه دي ما بتعملهاش عمليات، يعني حتى لو في انزلاق غضروفي دي بتبقى نتوءات غضروفيه صغيره، مفيش حد بيعمل اشعه رنين يطلع سليم ابدا بعد 12 ل 14 سنه، لازم في نتوءات غضروفيه ولازم يتكتب في التقرير ان في غضروف بس صغير. التقارير بقى الكويسه لازم يقول لك كم ملي، ولازم يقول لك ملوش اي خطوره ومش مربوط بالحاله كلينيكيه، يعني لازم في تفصيل للتقرير الاشعه، انما الحاجات المختصره قوي بيخلي العيان في حيره زي ما انت بتقولي، انا عندي غضروف اعمل عمليه ولا لا؟ لا طبعا، اي حد عنده غضروف صغير الم في الظهر ملوش تدخل جراحي، احنا بنعمل عمليات لحالات عنيفه هيكون عندها يا اما شلل يا اما داخل على شلل، سقوط مشط الرجل، الام لا تحتمل، ما يقدرش يمشي خطوتين لما يقعد في الطريق، ألم وصلتهم يسيب شغله، ألم مش عارف ينزل من البيت، كل دي هو اللي ليها التدخل الجراحي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو في غضروف عنقي بيبقى ضعف في الإيد، ما عرفش يمسك حاجة، ما عرفش يكتب زي الأول، ما عرفش يلبس هدومه، كل ده ليه تدخل جراحي. إنما الحالات الألم الخفيفة دي طبعا ليها البي آر بي وممكن تخف بيها كويس جدا. الغضروف برضو القطني ممكن نحاول معاه في البي آر بي، إنما العنقي لازم تدخل جراحي لو هو ليه مواصفات الجراحة، جاي على الحبل الشوكي او زنق العصب او عامل شلل في الايد، كل ده لازم تدخل جراحي. فالشكاوي البسيطه دي لا تصنف انزلاق غضروفي، دي تصنف الام في الظهر، خشونه مفاصل، التهاب في العضلات، هكذا. النهارده عندنا صوره لهذا الفكر، حاله فيرسس حاله، يعني حاله قدام حاله، صح، والاثنين كانهم في حلبه ملاكمه او في حلبه توجيه اتهامات، حاله جراحه انت اللي اجرتها وحاله بي ار بي انت اللي اجرتها، وقصتين فيهم انا دايما احطهم الاثنين ضد بعض او قدام بعض عشان نعقد المقارنه الواضحه بين الاثنين. هبدا الاول بحاله الاستاذ جمال. الاستاذ جمال حاله ضيق في القناه العصبيه وحاله فيها ضعف في الحركه وما اتعملوش بي ار بي وما كانش ينفع له البي ار بي، بل بالعكس اتعمل له جراحه. فانا هوريك حاله جمال الاول ونتناقش فيها، وبعدين هنشوف الحاله الثانيه اللي اتعمل لها مش جراحه، اتعمل لها بي ار بي، وهنحطهم في مقارنه مع بعض بشكل تفصيلي. نشوف حاله جمال ونرجع تاني. اتفضل. اسمي جمال السنوسي، اسكندريه، سني 50 سنة، كنت من فترة بعاني مرة واحدة كده مش قادر أمشي ولا قادر أتحرك ولا أطلع سلم ولا ولا ولا، لفيت كتير على دكاترة كتيرة وعملت، طلبوا مني إشعاعات على المخ وعلى العمود الفقري وخدت علاجات كتيرة، كذا دكتور عندنا في اسكندرية كان مرجح إن العملية خطر، فقلت خطر، طب ما أنا قاعد مثلا ومش قادر أمارس حياتي، فقلت بقى أتوكل على الله، وفعلا قعدت مع الدكتور وقال لي خلاص نعمل العملية، وربنا كرمني وعملت العمليه الحمد لله رب العالمين. كنت قلقان طبعا داخل على عمليه خطر، فكانت برضو حالتي النفسيه ان انا يعني قلقان بصراحه، لان يعني كانت الحياه بالنسبه لي واقفه، تخيل انسان ولا قادر يمشي ولا يروح، كنت قاعد في البيت يعني مقيم في البيت، يعني مش قادر امارس حياتي حتى الطبيعيه. فالمهم دخلت العمليات، قابلت الدكتور الصبح ده نزل لي طبعا، وطبعا شاف الاشاعه وشاف التحاليل، فهيأني طبعا، راح حجزني في المستشفى، فكان بيطمني يعني، قال لي ان شاء الله ربنا يكرم كده يعني استبشر خير يعني. المفروض انا كنت اطلع على عنايه مركزه، طلعت على غرفتي بعد الافاقه، قعدت حوالي ساعه ساعه ونص، بامر الله يوم الجمعه على ساعه الصلاه تاني يوم الحمد لله كنت مسافر اسكندريه.
يعني فرق كبير ما بين قبل العمليه وبعد العمليه. اللهم لك الحمد، يعني بنشكر ربنا عز وجل ان الواحد الحمد لله ربنا طلعه من المحنه اللي كان فيها دي. اهلا بكم حاج كمال. حاج جمال رجل كبير في السن ليس صغيرا، قرار عملية بالنسبة له قرار ليس سهل، قيل له وعنده خبرة أو بمعنى صح توقع انه العملية كما قيل له خطير، فالراجل معنوياته وهو داخل اكيد غرفة العمليات في حالة توتر شديد. عايز نحكي تفاصيل هذه القصة. طيب، هو طبعا استاذ جمال عنده اختناق في القناة العصبية العنقية في ثلاث فقرات، والحبل الشوكي مخنوق جامد، وبدا الحبل الشوكي كمان الدوره الدمويه تتقطع عنه فبدا يخش في جلط. كانت في اولها الجلطه في الحبل الشوكي، فالمشكله لو سبناه، يعني دي اشعته، شايف الحبل الشوكي اللي هو لونه اسمر جوه القناه العصبيه، شايف مضغوط قد ايه في النص؟ مضغوط جامد جدا بسبب الزوايا العظميه في الخشونه. القرار اللي انا شفته، طبعا هو كان جاي لي عشان البي ار بي، فقلت له مش هينفعك طبعا البي ار بي. شايف الحبل الشوكي اللي لونه ابيض في النص والغضروف اللي قدامه اللي لونه اسمر شويه وزانقه جدا، القناه العصبيه ضيقه جدا. قلت له مش هينفعك طبعا البي ار بي، لازم تدخل جراحي. هو قال لي انا وقفت شغلي، ما بنزلش من البيت، ايديا تقيله، رجلي تقيله، جسمي كله منمل. قلت له العمليه مش بسيطه برضو، وبما انك داخل على جلطه في الحبل الشوكي ف يمكن مش كل الاعراض تخف بعد العمليه، وربنا يكرمك ان شاء الله ونبقى كويسين. هم ناس طيبين قوي، وهو ايمانه بربنا عالي، قال لي اتكل على الله شافي ربنا. راح في ميعاد العمليه وكان داخل زي عكس ما انت بتقول، كان مطمن جدا سبحان الله، يعني قام كويس جدا رغم اللي قيل له ان العمليه خطيره. هم ناس طيبين جدا وكانوا مؤمنين بربنا، وقال لك اللي ربنا هيجيبه احنا راضيين بيه وربنا كرمه. طالما بنشتغل بالاسباب، طبعا طالما عندنا الاسباب، يعني المعنى ده مهم لو انا بشتغل بالاسباب صح. وهم شايفين ان كده كده هنعملها، لو سبناها الحاله هتسوق وهنعملها، لو بدانا بدري يمكن ننقذه والحمد لله نعملها ويخف. كان القرار ان نعمل توسيع من الخلف من الصفائح العظميه مش من الامام، ما نشيلش الغضاريف لان عنده الاختناق اكتر من الخلف. فعملت له توسيع قناه عصبيه عنقيه والحمد لله اتحسن كويس جدا. تاني يوم خرج من المستشفى، سافر اسكندريه وجالي بعد اسبوعين، فكنا الغرز، قال لي انا شكله حتى صغر في السن يعني. رجع تقريبا الحمد لله كله كويس. تقنيه احدثت طفره كبيره جدا في التعامل مع المنطقه العنقيه. كان زمان التعامل مع المنطقه العنقيه صعب يعني جداً. انا هروح بقى لسؤال فني شويه، ايه التطوير اللي انتوا عملتوه في اجراء العمليه دي؟ احنا قررنا العمليه ممكن يبقى من الامام ان احنا نشيل الغضروف ونحط مكانه قفص كربوني، ده لو بس الغضروف هو السبب، انما لو عندنا كذا مستوى ومعاهم نتوءات عظميه اكتر فبيبقى القرار ان احنا نعمل توسيع من الخلف. ساعات بيبقى نعمل توسيع مع تثبيت، وساعات ما بيبقاش فيه لخلخه او زحزحه فقرات فبنكتفي بس بالتوسيع. التطوير طبعا العمليه بقت امنه الحمد لله، ما بقاش فيها خطوره زي زمان، وبقى التحسن مستديم وبنشتغل بآلات حديثة، فيعني كل ده سهل علينا الحمد لله. الحمد لله. الحالة التانية ما زلنا ما حطيناش المقارنة، احنا لسه بنعرض بس الحالات، وفهمنا حالة توسيع القناة العصبية كان لازم لابد من عملية، ما كانش في أي مجال آخر لعلاج تاني غير العلاج الجراحي بالنسبة لحالة عم جمال. الأستاذ جمال تحسنت حالته بعد ما كان مخدم على مشكلة ضخمة جدا يمكن كانت ستتفاقم في القريب العاجل. هنروح بقى لحالة مدام سميرة. مدام سميرة حالة غير عم جمال. مدام سميرة ما عندهاش مشاكل في العمود الفقري، عندها مشاكل في العضلات صح كده؟ صح. وخدت العلاج بالبي ار بي، وتعالوا نشوف ايه اللي حصل في هذه الحالة الجميلة. اصبحنا امام معضلة مهمة جدا، الاستاذ جمال فيرسس مدام سميرة على المستوى العلمي. تعالوا نشوف مع بعض. اسمي سميرة صابر، السن 70 سنة، من القاهرة. الحقيقة أنا بقالي دلوقتي حوالي 25 سنة
بعاني من الفقرات العنقية والقطنية. طبعا من المشاكل والحاجات اللي بنسمعها بتهرب من العمليات، فرحت الدكتور واثنين وثلاثة على أساس يعني علاج، لكن كان كل دكتور أروح له يديني مسكنات، أخذ الأدوية دي كلها، وكل أسبوع أخذ يوم أجازة يعني راحة للمعدة. بعد 3 شهور رجع الألم تاني زي ما هو، وكنت مسافرة بعديها يعني مثلا أسبوع كده كمان، وكنت مسافرة راحة عمرة وأنا متخوفة هعمل إيه هناك. جيت له بصراحة وشرحت له الوضع إن أنا مسافرة، قال لي هتبقي كويسة، وخدت فعلا علاج يعني أسبوع والحمد لله الفريضة قضيتها وكنت زي الفل. بعد شهر جيت كنت ناسية إن أنا تعبان، بس أنا كنت يعني جوايا إن أنا عاوزة إيه أكرر العلاج، لكن هو قال لي لا أنا يعني هنجرب حاجة تانية، لكن العلاج هنوقفه خالص. فقد ايه كنت سعيده ان انا هريح معدتي والكلى والكبد من السموم بتاعه الادويه. قال لي هنعمل ابره بسيطه كده وهتبقي زي الفل وتجيني بعد شهر. الفرق ان انا نسيت السن بتاعي بتشتغل زي مثلا واحده من ولادي، واحده مثلا صغيره في السن بتشتغل، يعني القوه اللي جوايا والتعب بتاع ايديا راح وبتاع ظهري، ما كنتش بقدر انزل من السرير ولا انزل سلمه واحده. ده تاني شهر بقيت كويسه جدا الحمد لله. اجمل تعبير انها بتشتغل زي اولادها دلوقتي، وانه وقد كده الالم بيعيق، قد كده الالم بيتكبر في السن، قد كده الالم ممكن يكون يعني بينهي حياة الإنسان الحركية. طبعا. ده السؤال الأول. هلا برضو كالعادة بتفكر في أصحابها. الحقيقة دكتور صحابي أو معظم جيلي ماشيين بمسكنات. أنا عندي واحد صاحبتي مثلا ماشية بصيدلية في شنطتها، كل ما حد يطلب منها حاجة معايا. عايز أعرف من حضرتك إيه خد. مش شغالة لنفسها، شغالة لأصحابها كمان صيدلية. يعني نحن نورد. طبعا حالة مدام سميرة، مدام سميرة شخصيات الجميلة قوي، محفظة قرآن بقى لها 15 سنة ما شاء الله، وعندها طاقة إيجابية هايلة هايلة. يعني أول ما جات لي قالت لي إن شاء الله أنا هخف، أول ما شفتك كده أنا هخف على طول. قعدنا نشرح عندها إيه وكشفت عليها، وقلت لها، قالت لي أنا مسافرة عمرة عايز علاج بس بسيط أكمل بيه، وبعدين رجعنا بدأنا البي آر بي، خدت مرتين. بعد أول مرة قالت لي أنا مش مصدقة، أنا يعني أنا حاسة إن أنا أصغر من ولادي. كانت بتصلي وهي قاعده، بتصلي وهي واقفه، بتخرج وبتعمل كل حاجه وبتشتغل في البيت. قالت جمله جميله قوي، نسيت سني. نسيت سني، دي حقيقه، دي جمله تعبيريه بتقول لي لدرجه ان جوزها بيغير منها. لا انت نسيت سني كل ايه. فالحمد لله استجابت لي كويس جدا. طبعا هي عندها كان الام عضلات في الرقبه، ودايما فاكره كالعاده زي السؤال اللي قلته لي، نعمل عمليات ولا لا؟ طبعا هي حالتها ما كانتش ليها تدخل جراحي، وزي ما انت بتقول انا بقدر اختار مين اللي ليه عمليه ومين اللي ملوش، انا بشتغل بالاثنين، انا مش متحيز لحاجه فيهم، لا متحيز للجراحه ولا متحيز للبي ار بي، انا متحيز للمريض. كلهم اولادي. انا متحيز للمريض. ما هو كلهم اولادي. علاجك عند مين فيهم انا هساعدك وهوصلك لاحسن نتيجه زي ما انا شايف الرؤيه في علاجك، خطه العلاج بتاعتك. عندي الحمد لله حلول كتير، عندي بدائل بقدر ابدل فيها، كل دوت بتفرق جدا في العيان. بالنسبه للادويه، طبعا الادويه في منتهى السوء ان احنا نقعد ماشيين بالمسكنات. احنا عندنا سوء استعمال في مصر ان اي حد بيروح يشتري الدواء اللي هو عايزه. ما ينفعش الكلام ده. بره الفولترين يصنف زي المخدرات، ممنوع تشتري قرص الا لما يكون معاك روشته من الدكتور. المسكنات فتره طويله بتدمر عملية الإصلاح في الجسم، بتوقفها، تنسفها من جذورها. تكوين الكولاجين بينتهي بالمسكنات. دي نمرة واحد، أنت عارف العين بيجي لي بياخد كذا نوع، بيبقى تعبان جدا قوي ووقف المسكنات، يجي لي تاني مرة وأنا اتحسنت قوي. لوحده الجسم بقى خد نفسه، بدأ يشتغل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنت سؤالك كان إيه معلش؟ السؤال كان قد إيه الألم ممكن ينقذ في حياة الإنسان مرة واحدة؟ او لما يروح الالم يرجع بقى الانسان يصغر. طبعا الالم بيخليك حاسس انك عاجز، عاجز، وساعات بتحس انك يعني خلاص الدنيا وقفت بيك، جالك احباط،
الاحباط والاكتئاب، يبدا يزود دوره الالم، يبدا ينزل مواد السيتوكين من المخ تبدا تخلي حاله المريض في منتهى السوء. الاحباط وعدم الامل في انك هتخف، خصوصا لما تكون عديت على كذا دكتور وفشل علاجهم، خلاص انت مش شايف في حل تاني. وعلى حسب مخيلتك، انا واضح ان حالتي مستعصيه قوي كده، انا حالتي صعبه قوي، ان بقالي كذا سنه ما حدش عارف يعالجني. لا، هو المفتاح بسيط قوي، عالج الجسم بمكونات الجسم بس. دي مكونات داخليه طبيعيه هم بيفهموها، الجسم الخلايا بتاعتنا لما تعالجوا بيها هيستجيب. كل الحاجات الكيماويه اللي بناخدها من بره ما بيستجيبش ليها، ما بيفهمهاش. وفي الاخر انت لازم نشتغل زي ما ربنا خلقنا جسمنا بيشتغل. دي خلايا اسمها الفايبروبلاست بتفرز ماده الكولاجين، البي ار بي بيخليها توصل للمنطقه المصابه تبدا تفرز الكولاجين. الكولاجين هو اللي بيبني العضله، بيبني الاربطه، بيبني الغضاريف، بيعمل الدعامات الاقوى، بالوقت بيتكون لانسجه حقيقيه بتعيش بيها بدوره دمويه كامله. فكل دي حاجات طبيعيه تقدر تعيش بيها. عشان كده موضوع ان العيان هيتعالج ويرجع يعيد علاجه تاني، لا، لما فيش الكلام ده. العيان لما بيتعالج في اثار جانبيه، مفيش اثار جانبيه خالص. طيب حضرتك اتكلمت عن البي ار بي، انا عايز اعرف بقى ايه هو البي ار بي عشان صحيح احنا نسينا دايما نقول التفصيل. احنا فاكرين كل الناس عارفه، وكمان يعني ازاي بيتم تحضيره، ازاي لان هي من طول الحلقه بتقول لي انا عايز بس افهم هو انتوا بتعملوا ايه. البي ار بي ده بيتعمل ازاي، بيتحضر ازاي؟ بنتكلم على حاجه اسمها الصفائح الدمويه الغنيه بالبلازما، البليتليت ريتش بلازما. ناخد دم العيان نفصله، وبعدين ناخد منه الصفائح على جنب، نحقنها في اماكن الاصابه موضعي. الحقن دوت ليه بنحقنها موضعي؟ علشان تبدا تصلح المناطق الضعيفه دي موضعي. فده البي ار بي بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في كل فروع الطب بقاله حوالي 30 سنه. ليه؟ لان دي المواد الوحيده التجديديه اللي موجوده جوه جسمنا، ربنا خلقها ان نقدر نستفيد بيها. فرع السنان بيشتغل بيه حاجه اسمها البي ار اف، بيحط مع زرع السنان. دكاترة التجميل طبعا والشعر بيه، دكاترة العظم، العظم اللي ما بيلحمش بيحط معاه البي ار بي او المواد التحفيزية، الرمد دكاترة النظر بيحطوها مع قرح القرنية. هو ده زي الخلايا الجذعية؟ الأقل منها، يعني دي الدرجة الأقل من الخلايا الجذعية. نفس الفكر اللي انت نفس الفكر التجديدي اللي هو خلايا مجدده، صحيح، بتجدد المكان. طب انا هدخل عندك في المركز ونشوف البي ار بي زي يعني في لمحه، وليست لمحه يعني صعبه قوي ان احنا ندخل في التفاصيل، لكن هوريكم ازاي البي ار بي واماكن حقن البي ار بي ولايف. ودي كانت حاجه جميله جدا، تعالوا نشوف مع بعض. سؤالي عن اماكن حقن البي ار بي والكولاجين ايضا مع البي ار بي، وديت واحنا بنتكلم على الاماكن الحقن اكيد هتجاوب على دواعي الحقن، يعني الاماكن تعبر عن الاحتمالات، ليه انا بحقن هنا وليه انا بحقن هنا وليه انا بحقن هنا. كل منطقه فيها حاجه اسمها الاكوا بانكتشر بوينت والتريجر بوينتس، اماكن الالم واماكن تجمع النهايات العصبيه. فكل منطقه ليها الخريطه بتاعتها للحقن. احنا بنحاول نجمع المناطق اللي بتبقى فوق بعض علشان ما نزودش في الاماكن الحقن. الحقن
بيبقى بسن الانسولين الصغير تحت الجلد او بسن 3 سنتي على لو احنا عايزين نوصل للمفاصل. الحقن غير مؤلم خالص، العيان بالعكس بعدها بيحس انه كويس جدا. الالام ممكن تيجي بعدها بفتره، ممكن تيجي اول اسبوع تاني ساعات تالت اسبوع، يقعد يوم نص يوم وخلاص. قليل قوي اللي بيتحسن بدون الم، بيعدي كويس جدا زي ما احنا شايفين. ده في كل منطقه، ده الكتف غير الرقبه غير الفقرات الصدريه غير الفقرات القطنيه غير عرق الناس غير التنس قلبه اللي هو زي ده كده اللي هو عند الكوع. عند ناس كتير قوي جدا. مزعج جدا، انا ما بعرفش اسوق اصلا. انا عربيه مانيوال مش عارف اسوق، مش هيبقى مشكله رهيبه. صحيح. لو جه في ايده اليمين. معاك حق، لانه هيغير دايما بيجي في ايده اليمين. ودايما بيجي في ايده اليمين لان ده منطقه الشيل. يعني لو بيسوق هيدروماتيك هيسوق بايد واحده وخلاص مفيش مشكله، بس لما يجي حتى يعمل الغيار وينقل هتبقى مشكله. لا معاك حق طبعا. فهو دي اماكن الحقن بتاعته، واحنا بنعالج، بيعالج العضلات، بيعالج الاربطه، الاوتار، الغضاريف والفقرات طبعا. حتى خنقه العصب والام التنميل والتهاب الاعصاب بيحسنها جدا. بنتكلم على نتائج اشبه بالعمليات، يعني قريب جدا من الجراحه يعني. يعني ان ده تحسن مستديم، بالعكس امن من الجراحه كمان. بس مع ذلك لما نحط استاذ جمال قدام مدام سميره، هنلاقي ان احنا قررنا الاستاذ جمال قولا واحدا الجراحه. طبعا، لان هو داخل على كان شال الرباعي، وفي نفس الوقت جاي في مرحله متاخره، احنا ما نقدرش ننقذه الا بالجراحه. بعدها خلاص اتحلت مشكلته، ما عندوش الم، هو كان عنده ضعف في الحركه ومشكله في الاحساس. مدام سمير عندها الم، ما عندهاش اي ضعف في الحركه خالص، فاختيارها الامثل للبي ار بي انقاذا من المسكن. احنا بنقارن بقى وقتها بنعيش بالمسكن ومشاكله، فشل كلوي وتلافي الكبد وقرحه المعده وكمان ما بيجيبش نتيجه، ولا ان احنا نعالج بعلاج يصلح وتعيش بيه طول عمرك بدون اثار جانبيه. ملهاش التالت، ملهاش الجراحه بقى. فهو كل واحد زي ما بقول لحضرتك ليه العلاج الخاص بيه. انا مش متحيز لاي حاجه فيهم لان انا بشتغل بالاثنين، بس انا متحيز للمريض حالته فين. وفي ناس ملهاش لا ده ولا ده، اللي عنده وهن عضلي ضعف عضلي ملوش الا علاجه وخلاص. اللي هو العاطل اللي هو الميثينيا يعني. ميثينيا او مايوباثي وميتونيا والحاجات دي. اللي عنده مشاكل تانية في التهاب الاعصاب الطرفيه ملوش لا ده ولا ده. يعني ففي امراض تانية ما عندهاش يعني اختيارات لا ده. برضه انا متحيز للمريض، المريض علاجه مع ايه؟ انا بحاول افيده بحاجات متطوره، بحاجات ملهاش اثار جانبيه، بحاجات معاها تحسن مستديم، بحاول اغير من حياته ارجعه لحياته الطبيعيه. مدام سمير قالت جمله هي مفرحه بس خوفتني في حاجه، قالت انا بعمل حاجات اللي كانوا بعملها وانا صغيره او اللي بيعملوها اولادي، ده مش ممكن يعمل لها مشاكل فيما بعد في اشياء اخرى؟ بص، هو السؤال بتاعك حقيقي هايل، لان انا معظم عينين اللي بيتحسنوا بسرعه قوي بيقول لي انا بقالي كان كذا شهر ما بشتغلش في البيت، قمت تك ترك ترك قعدت انضف واعمل واوضب، قعدت يومين ظهري وجعني، بس ده بيخف بسرعه بعرضه بعدها. يعني هي الفرق بين البي ار بي قبلها وبعدها ايه؟ اولا ان انت بقيت تعمل مجهود انت ما كنتش عارف تعمله. لو تعبت بتخف بسرعه جدا، مش هتقعد اسبوع في السرير. بس الواحد ما يتهورش برضه. ما يتهورش طبعا. وفي نفس الوقت بتخف بدون مسكن اللي كنت انت بتاخده يوميا من غير ولا قرص مسكن، هترجع تاني بعد فتره جسمك هيستحمل ويبني احسن، فتقدر تعمل مجهود احسن. فبالتدريج حقيقي ممكن تعمل مجهود بدون ما تتعب. حابب اسعد بهذا اللقاء سعاده غامره. الله يخليك. والنهارده يعني لاول مره حطينا الاثنين في ايدينا، يعني احنا وده يعني على فكره العالم كله دكتور ايمن معلش بيتجه نحو التخصص، بس واضح انه في مجالكم في المخ والاعصاب يبدو ان المنطقه دي ينبغي ان يتقن كل المتخصصين في عالم المخ والاعصاب الاساليب التقليديه والاساليب الحديثه. يعني انا مع التخصص، لكن واضح هنا انه احنا لازم ندخل الاثنين عشان عندك بدايل. صح، لازم عندك بدايل. بعتقد كمان عشان ما يبقاش النفس البشريه عموما بتميل الى الشيء الذي تمتلكه او التي تتقنه. صح، فلو انا متقن عمليات بس اروح اي العمليه، مفيش حوار تاني. ولو انا عندي مثلا اساليب الحقن بس هقول حقن بس. صح، لكن لما هدخل الاثنين هيبقى عندي الاثنين زي ما انت قلت في البدايه، الاثنين اولادي، الاثنين انا امتلكهم، فانا بقرر المناسب ليك. مش وانت عارف دكتور ايمن ده اللي خلاني من الاول اتجه
للعلاجات دي ليه؟ لان انا كان قراري في ناس كتير قبل ما ابدا اشتغل بالبي ار بي مالكش جراحه. اه الاقيه راح عملها ورجع لي تعبان لان انا ما اديتوش بديل. انا قلت له رايي بدون بديل. ممكن اقول له مالكش جراحه وادي له مسكن يجي لي ما اتحسنتش. فحاولت الاقي له مخرج. فربنا سبحانه وتعالى يسر فتح الابواب ولقينا مخارج. هو دي ما هي الحاجه ام الاختراع. اول حاجه ام البحث والاختراع. انت نورتنا النهارده وسعدت بهذا اللقاء. نورتنا هلا وصحبتك يعني يعني طبعا انت ما شاء الله يعني يعني فاضل حاجتين وبتهيألي ان انت المره الجايه اساميهم وعنوانهم ويعني لبحث المحاضرة. يعني يعني تسليم تسليم يعني 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 يا اصدقاء هل ارجوكم ما تحطوش ادويه على حاجة لا لا احكوا لها بس ارجوكم بلاش الادويه في شنطكم. والست والبنت اللي عندها الادويه وبشغاله صيدليه متنقله دي خطره جدا 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 صح كده؟ صح. نورتي هلا. نورتنا دكتور ايمن. الله يخليك. نورتنا دكتور ايمن عنب جدا. وخليكم دايما مع الناس الحلوه.